بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا حوكب الأبنى يا آيات لحذن يا أفراد وصورة الأنفال كمدة. إلهي سبحانه وتعالى وحن وقصوا ورمي عشر هذين أين صور دافني قسوة وين يدي. وإلهي سبحانه وتعالى رسول كان عليه الصلاة والسلام يا أصحابتي سجوش أكسيي تاريخ الإسلام كان الديوان وين كان قشي وغزوة بدر يا مارت يا صورة يا أموري كتعلق أهل وقصوا ورمي. مرك إلهي وحونا صورة سبحانه وتعالى هدي أي دون أيان إني كخذيعان أي صلح كو خذيعان سي وديار قروبان. الله سبحانه وتعالى أياك وفلا الله نوامدك كوحوجي نصر جيسة يا مؤمنين تكوحوجي. إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين تقلوب تود أي أسوقي جاهلية دي مرك يدد كانوا دد على أي هايين هدي آت سير هذا الدنيا ده وحيا له ووح كسب ماله الدنيا ذي يالنه قلبي وذا أدو سمجي كر لهين وده إلهي الله سيسوقي وأود إلهي أي مارتها اسكج على ذين. إنه عزيز حكيم نو إلهي نصوره سبحانه وتعالى. أدنى إلهي حور سبحانه وتعالى إسقوا النبي صلى الله عليه وسلم درجة النبي نمذنا كل خضابة. يا أيها النبي نبيك كنو أيود إلهي حسبك كافيك الله ألوه يا ومن دول اتبعك كراعي من المؤمنين مؤمنين تأهود إلهي. إلهي حول سبحانه وتعالى يا أيها النبي نبيك كنو آيات دان مركز وحي لحليلت آيات دهراء إلهي واتوصوده سبحانه وتعالى رسول كيس. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أولى إلهي. مركا عدنا الله وحوده سبحانه وتعالى يا أيها النبي نبيك أنو حسبك كافقاك وفلن الله ألوه كافن تعالى سبحانه وتعالى كافن أو حقيقاوه إلهي سبحانه وتعالى إساق أيا مارت يا رسولك يسق وفلن وحسبك هدنا وسوء قدر كافقا من دول وايود إلهي اتبعك كراعي أو من المؤمنين مؤمنين هود إلهي مؤمنين تو أيقنا مركاسي ويكوكو في ليه مركا هدى آيادة انت أنا معنى هذا أنا أود قلين لفظك معنيه سواسي داسه وحال الشيء قال لي أيضا لفت الكادو دقال كبدر يكسود دكتي ما دام إنه كسوة نحجرني آياته كسوة دقال كبدر سورة دان لقصوة بلاوه بلاو قيد إلى هلك كان أين وطنه مؤمنين تان مركا هدى إلهي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ألا أوليه وأكو النبي عليه الصلاة والسلام وقت جيس لجوا جيو حاضر ككواهد أرنت أسمرك وحوي أمان أو وين أي إمارة يا مؤمنين تي أطاي أصحاب رسول الله وعكروا الدليل أطاي شرفت إسكليهن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو غير خود أي كشرف بدينهن وعكروا لقى قادنا لأن علماء أهل العلم جاء آيدة مؤمنين تمرك قلوب تود الشخص أي كوكولانته أو وحوي ضد كمؤمنين تا
هدي وحوي قف أي مارته إسخر عان أو قف كاس هجان أو النقطة إن إنسان مر نبله جنينين مر نب إنسان خسارينين مر نب إنسان دباتونينين أرين توضيع ثلاث أذن أي توسيس أرين تأسمر كمان نقول إيسا اعتماد على غير الله ما نقول إيسا إله غير كيس الله ثلاث أرت ما نقول إيسا أم الله عسكده معايا إلى ذاتك مؤمنين تا قلوب توضو مركي إسو تكتو وها كياني أرين تأسال ليه هاي إيمان إلهي سبحانه وتعالى أي رميين إيا إني حزب الله أيهين وحزب إلهي أيهين أيا كيان أرين تاس أرين تو مركا وحاوية الله يقول الله بنيسا سبحانه وتعالى إيه ما أن أرين مركاس اعتماد على غير الله من نقنيس معايا لرسول كيس إلهي وحقود هاي حسبك الله أدنى إلهي وحقود هاي ومن اتبعك من المؤمنين أيود هاي أرين تاسا مركاسا لقا قادنا يا وعاك الله شاك آيات دان وحي كسود دكت إسلامك سيدنا عمر بن الخطاب إنك سو إسلامك سيد عمر سيد الراجحة باللوغة مركاسي وحاوية سورة طاها أي هذا هذه هذا أرين تاسا لسوق آدنا إيه سيدنا عمر بن الخطاب تعابق جليل كهو خليف النبي عليه الصلاة والسلام أولا بعد وهو يوحو إسلامي مركي أي إسلامين صدن إيه سدح نن إيه اللي حوانا مركي إسلامين أو مسلمين تو مركي إيهين صدن إيه سقال إيهين أيو إسقو صو إسلامي مركاسو أفرتن كيو نمايستري مركاسا آيدان يكسو دكتو حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أيوه هذا مركه وحوي قول كهرة هدي أنا قبنا وعلى ليه مركز أيضا هو مدني زاس اللي سيد مارته يا صورة دان غيبه هذا نبى مدني ويهين قول خان لبات هدي أنا قبنا سيد عمر إسلام كيس يكسر دكتانه أيضا أيام مكي هال اللي هي أو مركز وحوي صورة دان مدني كأكل حجرت وعلى سوق جاي كراهية ده المفسرين تو إلا يراه ذو الله جرى أي سوء دكتيو مرنا مكي كسوء دكتي أو أهمالين سيد عمر وإسلام أي مرنا مدينة كسوء دكتي أو مالين تدقال كبدر مارت يا أولع أي سك السبب إلهي سبحانه وتعالى وليه يا أيها النبي النبي كنو حسبك كافقا والله ألوي يا ومن دول اتبعك كراعي او من المؤمنين مؤمنين مركه اسرائيل سداس اي مهم وتاي او مركه سي اود اي وتاي ددكو هداي اسراعان او سدا حد انو سو مرني شخص مركاسي قلوبتودا اي كو ارورسنتاي غول بي غاريا لكن هدي ددكو وحوي اي كلا تفرقان او عيد مركاسي وحوي لراسن هي سن جيرين او قوم الفول اي نقدان dad hoogay oo khasaaray oo jilacsan bay noqonayaan arintu markay saas aadana ilaahay rasuulkiisa waxa uu dhahay ya ayuha nabiyyu nabiga kanow xarridil mu'miniina mu'miniinta ku boori alal qitaali dagaalka ku boori mu'miniintu mar walba gaalada inay la diriraan ku boori amar adag si weey oo ku tarqiibi inay waxa weey gaalada ay la dagaalaan oo jihaadaan ilaahay rasuulkiisa waxa uu dhahay xarridil mu'miniina مؤمنين تكبر يود إلهي على القتال الدجال ككبر إيا كن هذي أهذان منكم حقينا عشرون لباتنا ود إلهي صابرون أو صبرايا يغلبوا ويكأت كان يان 200 لببق الأوج على ذي كأت كان يان سيد هذا إلهي نصر جيسة أوجو حوك بذي هاي مؤمنين تا ألا وحو لي هاي إيا كن هذي أهذان عشرون لباتنا أو منكم إذن كإذن كمدا لباتن كاسو صابرون او صبراي او دغالك جهادك كو صبراي يغلبو واي كاد كانيان 200 لببقل اي كاد كانيان لباتن كي ايا ماركا لببقل كاد كاناي نينكبا waxa weeye لباتن قال ايو ماركاسو قفكه مؤمنكا او دلي كرا صابرون waxa lagu wada waa muhtasibun اجر اي الهي كرادينيان ارينتانا waa خبر او بمعنى الامر هويه وقت قاس مؤمنين تا ايا اد يادو يرا اما مسلمين تا قالدونا واي بدنايا حكمة دارين تاس لو قالت جيغدنا وحاوي ان مارتا يا لغو خلفة دادك مسلمين تا ان اي مركاسي او الهي سبحانه وتعالى اي تلسارتان لغو نخلفة ان اي اودو دا مركاس اي الهي سبحانه وتعالى كسوكو اي كتشدان او اسحوجيان ما دام اي او اي يريهين الهي اي تلسارتان سبحانه وتعالى الهي اعتمادان
marka hadda waqtigaas aayadan soo degtay waxay ahayd markaas qofku inuu ku kalifan yahay 20 gaal inuu la dagaalo ama sa waxa keenaysa markaas hadii sidaas la yiraahdo markaas inuu markaas uu la dirro oo la dagaalo 10 uu la dagaalo oo 10 ay u soo aadayaan 10 ay u soo aadaan 10 gaal inuu ka qararo waxa weeye xaraam weeye maxay yele ilaahay subhanahu wa ta'ala nasrigiisa ay ku tashanayaan laakiin kufaarta wuxuu gargaaray ma jiro oo gaaladu waxay iictimaadaan awoodooda iictimaadayaan arinta dadka haday awoodooda iictimaadaan oo awooda Allah ay ka leexdaan taasi waxay ku dhalinaysa lucfi iyo jab ay ku dhalinaysa laakiin hadda aayadan hadda noo soo socota ayaa aayadatan khafiifinaysa oo hadda aayadatan iyyakum minkum 20 صابرون يغلبوا 200 والإلهي هذه 20 ايدين كيدين كميدا اي جيران او صبراي 200 اي كادكان ايانو نينكي با وها كوسو اديس 10 ما كوسو اديس markaas waxay ahayd 10 nin inuu ninka muslimka ah oo ka qararo xaraam ay ahayd markaas oo dambi ay ahayd ma u banaane laakiin haday 10 ka bataan ayuu ka qarari karay markaas ka bacdi hadana muslimiinta day soo bateen arintaasna arin aad iyo aad laftirkeedu nafta ugu culus ay tahay ilaahay waa ka khafiifiyay sidaad noo imaan doonto marka allah wuxuu dhahay subxaanahu wa ta'aala wa in yakun haday ahaadaan hadane minkum haqiinow dhe ilaahay wa inta kuntaana waa la akhriyaa 100 dhe ilaahay 100 idinka idinkamid ahoo muslimiina yaqlibuu way ka adkaanayaan 1000 kun ayay ka adkaanayaan oo min alladiina kuwi kamid ahoo ilaahay kafaruu kufriyay waa weeye boqolkiina waxay ka adkaanayaan kun ayay ka adkaanayaan waa un tiradii oo markaasi sidii maaratay loo siyaadiyay way yakuna day ahaadaan minkum xaqiina u dhahay alle 100 boqol boqolkaasu yaqlibu way ka adkaanayaan 1000 kun oo min alladiina kuwa kamida kafaruu kufriyay arintuna waa sidee biannahum bisabi annahum sababkeeda ina u adkaanayaan qoomun qoom ay yihiin kufaarto qoomkaasu laa yafqahuna waxba aan ka saynin waa dad markaasi quluubta ka dhintay ilaahay inaan ku tiisanaynin oo awooddooda kaliya fiiraaya gaaladu awooddooday fiiriyaan mooyaane dad alle ku xiran maahan marka dadka muslimiinta hadday allahooda tala saartaan ayagaa ka adkaanaya ayagaa ka adkaanaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sida ilaahay mashruuca uu u dhigay oo jihaadka mashruuciyadiisa ay ku dagaalamaan waxa weeye way ka adkaanayaan maxaa yeelay waxa weeye ictimaad cala allaahi weeye ilaahay bay tala saarteen dariiq oo saxa oo mashruuca ayayna ku socdaan oo ilaahay raalli uu ka yahay marka allah ay gargaarka helayaan daalika kaasow dha ilaahay biannahum bisababi annahum sababkeeda ay ku ahaata ayagu qoomun qoom ay yihiin qoomkaasoo laa yafqahuna waxba ka saynin hadda arrintan markaas waxa weeye saa hor u soo sheegnaa khabar oo bimacna alamara weeye oo waxa weeye 20 ku ha la dagaalaano oo idinka idinkamida 200 boqol kuna ha la dagaasho kun saas weeye hana u sugnaadaano markaas ka bacdi ilaahay markii quwadii muslimiinta ay badatay allah wuxuu dhahay al aana haddaw dha ilaahay khafafa allahu alla waa ka fududeeyey cankum xaggiina alla waa ka fududeeyey meeshii markaasi ninka muslimka lagu kalifaayey inuu maaragtay 10 gaal uu la diriro al aana haddaw dha ilaahay khafafa allahu alla waa ka fudeeyey cankum xaggiina ilaahay wuu idinka fudeeyey wacalima alla wuxuuna ogaaday anna fiikum dhexdiina lacfan lacfi inuu yahay wacalima hadda cilmiga ilaahay cilmi duhuur weeye ee cilmiga ilaahay waa qadiimo ilaahay waa ogay subxaanahu wa tacaala maxaa yeela dadku markaasi waxa weeye isku mid ma ahan oo waa kala qalbi adag yahay marka hadda bacli oo ka mid a ayaa waxaa dhici karta awooddaas inaysan lahayn oo quluubtooda aysan heerkaas gaari karin hadda ilaa waxaan alla doonayaa arintan asxaabtu ayagu waxba ismaba bedelin oo sidoodii ahaayeen oo ayaga qalbigooda lucfu kuma jirin laakiin waxaa arintan markaasi xikmadu ay tahay ilaa qiyaami saacati ayaa markaasa arintan xugun taagnahaya ay tahay marka dadku hadda mar walba way soo laciifayaan markaan waxaa markaasi la isfarayaa qofka muuminka ahu 2 gaal inuusan ka carari karin oo masalan ba haddii maaragtay ciidanka oo kufaarta oo markaasi uu 100 yahay ciidanka muslimiintuna 50 inay yihiin ay la dagaalaan weeye waxay ka carari karaan ma jirto laakiin hadday alcaaf ay noqdaan
وها مجاز وها أبنان إنه كعرران وها أبنان تا مركز إنك سو مركز يدي أي مركز أي كل انتان أي كل شهيدان أي كسي خير بدنتا وهذا مركز اللي يخرق سوى ما هي هدي عزيمة اللقاته إنه مرنا بلغ عررين ويه وها مركز ما يشاء شهادة اللقاته الله وحوداي الآن هذا خفف الله الله وكفوا ذي عنكم حقينا وعلم وحونا الله أقادوا ظاهريي أن فيكم بهدينا لعف النوال آخريا لعف إنويه إن مثلا بوحوية وفك مركز طبان أولاد درره فإن يكونوا الإلهي هذي أهادان منكم حقينا أما فإن تكون هذي أهات منكم حقينا مئة بقل مئة صوت صابرة أو صبر إيسا وتماشى صور بها لو بهانيا الى جهادك صور بو بهانيا ونفط وحي كانيس فان يكون هدي هذان منكم حقينا مئة بقلو الالهي صابرة او صبريسة يغلبوا ويكا اتكانيان مئتين لبا بقلو كاتكانيان لبا بقلو قالت هيكا اتكانيان وان يكون هدي هذان او ديها الله هدنا منكم حقينا الف كن هدي هذان او كن مسلمين ايهين يغلبوا ويكا اتكانيان ألفين لبا كن أيه كأتكان يان بإذن الله إلى إذن كيس إلى دد الله وأتكان يان وإن يكون هذي أهذان منكم حقين أو الإله ألف كن يغلبوا ويك أتكان يان ألفين لبا كن أيه كأتكان يان بإذن الله إلى إذن كيس وخبر أو بمعنى الأمر تنعيدنا سيد وكلو وعوي مثلين كين الله دجال الله موي ونا سجن هذا دجال كود أو نينك مسلم كاهي لبا قال كم عرر كرو لما قال إنه كعرر حرام وي لكن وحي كبته وهو بنانته والله الله إلهي سبحانه وتعالى مع الصابرين كوا صبرا يمعقوا هذا إلهي ددك صابرين تا أيو لجرا إلين إلهي مر آيات دي هراي آيات دامبا مئة صابرة نود إلهي مر نعشرون صابرون وصود إلهي مر كاديها دي أرنت الله صبره أو ددك أي صبران إلهي نترى سارتان الله سبحانه وتعالى يا لجرا عد إلهي لجر أيانا أتكان إيسا مركا الله وحوده سبحانه وتعالى والله ألا مع الصابرين كوا صبر كبادن معقود أيو هذه ما كان أمأها نبود إلهي أمهبون لنبي النبي أن يكون له إن أيو أهادان أسراك ولا قفالي أو ضد قفالي قعنت أوكها أيو حتى يسخن أنت وكحر كجين أيو في الأرض أرد وكحر كجين أيو تريدون موحدون يسينو لإلهي مؤمنينو على الدنيا الدنيا ذا بربر كذا تريدون موحدون يسينو لإلهي على الدنيا الدنيا ذا بربر كذا والله الله لا يريد وحود إلا دونيا الآخرة آخرة إلا دونيا ثوقات والله الله عزيز عليه غالب ويه حكيم من أرضي فلسو موه إلهي وحسن عيناي أيضا هذا برد انت أنا أيضا معنى هذا أنا أقلين وحتى أن تكون لحجرني غزوة وينيد وبدر أن تكون لحجرني وحيا وبضان كتشين dagaal ki bedel waxa weeye guul aad iyo aad weyn ayaa laga helay todobaatan oo gaaladii ahsanadiidu ay u badnaayeen quraysh ayaa goobti la dhigayo lagu dilay todobaatan waa la qafaashay oo xaggaas iyo madiina ayaa loola dhaqaaqay marka hadda aayada tan waxay ku soo degtay usara bedel dadkii la yiraado dadkii bedel laga qafaashay ay ku soo degtay dadkan marka waxa weeye waxa laga qaatay marax furasho markii ra'yi badan la aruuriyay waxaa laga qaatay madax furasho ayaa laga qaatay maxay ilaadi ilaahay yiraahdo insha Allah ta'ala waa ku tagi doonaa xuquuqaas suuratul qital aan ku tagi doonaa ama suuratul muhammad hadii ilaahay yiraahdo aan ku tagi doonaa waxa markaasii hadii gaalada la soo qabto waxyaabaha markaasii imaamul muslimiin ama sa amirul jeish kaash wixii markaasii uu feerin doono afar amurood weeye marka todobaatan ay ahaayeenoo sanadiidii quraysh وعلى وريه مركه ضدكي مارتي على سوق فالي مركي لكيني او مدينه لكيي رسول كان عليه الصلاه والسلام اصحاب تيسه ايو مارتي كشور ويديي سدا مركاسي waxaa weeye ay ahaade ilaahay in xaqiisa laga farayo washaawirhum fil amri ayu ilaahay amarka kala shaw maayla dadka markii mushaawara la sameeyo waxaa weeye dadka qalbigoodu dhiibo noqonaya dadkina hol baydin ka dhaxeysa marka dadka in ra'yiga la siiyo loo baahan yahay muuminiinta ilaahay markuu tilmaamayo suuratu shura ambu tay doona wa amrum shura baynahu ilaah dadka muuminiinta arinta u dhaxeysa waa shawr dhexood ay tashanayaan illa tashada loo baahan yahay ilaahay kaliisa tala ka go'da laakin makhluuqa inuu iskaashada la rabaa
رسول كان مرك وحول هاي نمن كان محات كليده نوره أصحاب ترجع جلده هي وذا جوي سيدنا أبو بكر الصديق عكور مري مرك صور رسولك إله يو ضد كان وأهل كاج يوره وأقوم كاج يوره وعبها الله إني نوره ضد كان إيه يسك جوجانو وعلى جا يابا إلهي إنه كتبه بأقبله وعسى يريسا وحوي مدح فرشها لقى قاعدو أو أننا جنا أود نون نقدوه أن مرك أسيو حوي كالم كدجانو وأن قال هذا أكال ما يسنو سيداس مركة فائدة نوغو نغط سيدا أبكر مركة رأيجيسي ولبحي سيدنا عمر بن الخطاب أسنا وحاوداي رسول الله ويكو بيريي نمان كان ودن كي أجوغي جرتاي أو مكان ويكا سو سارين نمان كان وحا ويانو وحان سو جيدين ايا قورتا إن لغاو دا جرو دا نمان كان مركة سينو ديبو داي آن قورتا كو دا قويني وليبا نوال بنين كي قريب كيسا قورتا كي قويو دا ni walba ninki qaraabadiisa oo gaal gaalki qariibkiisa qorta ka jarowda sayid ali waxaad u diibtaa u dhahay aqil qorta ka gooyowda xamsa waxaad u diibtaa u dhahay markaas abbas u dhahay qorta ka jaro nimankaas waxa weeye aaymatul kufri weeye wa nimanka maartay gaalnimada hoggaanka u ahay marka sidaas arinta lagu wado dadkan hal laayo u dhahay sayid ruba bil khadab oo maartay geesi weynahay hadal majal adkayne waa hadda asxaabtu aaraada waa ku kala duwan yihiin isla markaasna aqeedadoodu waa seven tahay dadku hadda masalan baaday aaraadu ku kala duwan yihiin ama markaas ay kala hadal adag yihiin waa ahan arintu in markaas la kala tagay maahan ee waxa weeye xagga dabciiga lagu kala duwan yahay oo ninna waa nin adayg ah ninna waa nin jilacsan mid walbana masalixa ku jirta ee hadda markay hadda saas u kala duwan yihiin maahan in marka khilaaf meesh inuu ka yimid ma خلاف ما هرنت أسوك على خلاف ما هن رجع مركز سوى حويه نو البضة بعدا قال إلهي هو أبوري هذا الكاس مركز سيدنا عمر بن الخطاب ودهي أو سوجيدي أو ضد كان إن مركز سل الله يأه عبد الله بن رواحة صحابي الجليل كأصنه هذلي مركز سوى دهي وابا تي سيد عمر وبكسي دريو هوا دهي منك هلا كحي وادي أو قرية بدن أو جيد لقي هلا دبل قشده هلا جيوده dabkaas markaas qoryaas in la soo guro dab la shido naartaas hal wada tuuro dha hal u horyo dha dab hal la saaro dha arinta markay saas dhacday rasuulku kaleey sallallahu alayhi wasallam waa aamusay qofna uma jawaabin ka badi gurigiisa galay markuu gurigiisa ku sii maqnaaya dad waxay dhahayn rasuulku waxa uu qaadan doona hadalka Abu Bakar uu qaadan doona dadku waa way sayid Abu Bakar sidii nabuu kaleey sallallahu alayhi wasallam ku aayaal og yahay adana waxa hadii maartay jahaa aysan u baxsanayn dadka laftirkoodu waxa weeye tala bixinta iyo raayiga waa la isu khilaafaya in maartay walaxaan markaas aan la gaarin laga hadlo la si saadaaliyeen bani aadamka dhaqankiisa iska haajirta wax eebana ma aan xataa dadna wixii yiraadeen maya qowlka sayid Cumar uu qaada doona oo la lay doona nimankan qaar wixii yiraadeen maya qowlka Abdullah ibn Rawaha uu qaada doona ho nimankan waa la gubi doona ina hadda nimanku meesha faa'iido ku lahayn gaalada ayaa uu nala tusaya oo dambiilayaal waaweyn ay yihiin rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam ayaa soo baxay markaas uu nabu asagoo maartaya falsafad xoog la ku hadlaaya oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay maxay ila waxa la raba umada markaad u dhaxeyso inaad maartaya hadalkaagu meel walba tixgelin oo u yeesho ila hadalkaagu meel walba tixgelin oo ka yeesho hata hadii qol ay qaldan tahay waa uun iyaga laftirkoodu in maaratay niyada aan laga dilin oo nooc markaas tixgelin la siiyo falsafada waaratay islaamkay kamid tahay waxa hadda maanta la barbarahay ma aha rasuulku markaas waxa uu dhahay ilaahay rag qulubtooda u jilciya ilaa ay ka jilacsanaato ee maaratay caanaha ay ka jilacsanaato ragna qulubtooda ilaahay adkaynaya ilaa ay ka adkaato u dhahay dhagax ay ka adkaato siyaada sayid Cumar oo kale inkaas markaas uu dhahay adiga Abu Bakar oo masalkaagu waa Nabi Ibraahim oo kale ay Nabi Ibraahim oo taa dhahay qoladi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafur rahim qofka aniga i raaca anuu uga mid yahay kii caasiyane ilaahay wada ghafur rahim saadi yiri saada taqaan iyo Nabi Ciisa lamito hadhow dhahay waa soo marnay intu adibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ilaahay oo hadaad maaratay aad cadaabtana waa adoomankaaga hadaa isaga dhaaftana ilaahay oo casiisul xakiimaat markaas uu dhahay adigana Cumarow
وحاد لمتها نبي نوح أوكاله نبي نوح قوم كيسي مركو كعال واي واد كيداي رب لا تذر على الأرض من الكافرين الديارة رب يو أرلاد الدوشي ذا ميد دار ديگه هو قتقين وقاله وحاد لمتها ودعا نبي موسى معايلا هادا أنبياء دا لفتر كادو dabci gooda iyo markaas waa kala duwanaay wax isku dabci ma jira dabeecada tan horta ilaahay ba qaybsha makhluuq hal dal dabeeca la isugu keenay maayo wa tawra asuna rabbana admis ala amwalihim washtud ala qulubihim ilaahay oo maalkooda tirtir qulubtoodana maaratay xir u dha fala yu'minu hatta yaraw al adab al alima hada qawlu ibn rawaha asaga laftigiisu sayid umar oo markaas oo ku jo oo ku mowqif ahay ولو أسألوا لكن دفها الوقوبة أو رهي أصحابتنا هذه هذا الرأي اللي سيه ويدي لهاي وحيابا بضانو السيدة سوالي قهلي لهاي رسولكم مركز هو رهي ما أنت عير باتين حول مهي ستين مركز من كان وحاوي أحد إذن كإذن كميدا يوصي إذن كفا كان إيه مدح فراشة كقات وحاوي إن السمايو مدح فراشة لقاقات أما قورت لقاقوي مركز سيدنا عمر وكهذا هو رهي فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو بكر nabuu waxa uu jeclaado oo ishtiyay oo dhahay wixii uu bakar dhahay aniga waxaan idinama ishtiyeen markaas aan madax furasho laga qaaday nin walba waxa laga qaaday 20 uu qiyadood oo dahab ah laga qaaday 4tan waa la sheegay ilaa abbas muyaani isaga waxa laga qaaday 80tan uu qiyadood laga qaadaa leeyin asaga naftiisa waa laga qaadaa leeyin laba wiilo markaasii walaalkiis uu dhalay oo adeer u hayna waa laga qaaday oo ninkii ila aqil ibn abi talib iyo nawfal ibn al haras ayaa eegana looga qaaday marka waqtigii dagaalka 20 laga qaaday markii kaleentoodna inta kala laga qaaday oo waxa laga sii qaaday la yiri markaasi qaybaha saa laga sii qaaday marka waxa laga qaaday wiliba waa badnaan waxa isku gaarin 180 isku gaartaa lagu qiyado Sayid Umar waxa uu dhahay markii biri la gaaray ayaa nabiga u imiday markaasan rasuulka iyo Abu Bakar uu yaa arkuu markaas waxaan dhahay leey rasuulkiisiyow ii sheeg maxaa ka ooyinsiis adiga adiga saaxiibkaaga maxay idinku ooyinsiye hadaan ooyinu arko waan ooyaya hadii kalantoodna way is ooyinsiinaya markaasuna waxa uu dhahay waxaan la ooyaya asxaabteeda waxa loo soo bandhigay oo dhibaatadii hadda markaasii al ka soo gaartay oo loo soo bandhigay furashadii madax furashada ay ka qaateen gaalada ay ka qaateen cadaabkoodii baa markaas geedan ka sokaal la soo bandhigow geedu dhaweeyday markaas ayadahan soo degeen laakiin min baabi xasanaat il afraar sayiat il muqarrabin ay kamitaayo rasuulka kaleey salaam salaam arintaas ijtihaadi ahay nabiguna ma sameeyay ilaa wixii loo baneeyay muyaan laakiin arintan waxa way waa tacliim oo dadka umuurta tawliyo madaxda ayaa la tacliimay umadiisa inay xusnu siyaasa ay sameeyaan haddana madax furashada aysan ka aqbalin gaalada ilaa waxa way ay markaas gaalada awood u yeeshaan ay qaqabtaan marka hadda arintaas waayo waxay arintu ku rajaxantay sidii Sayid Umar uu sheegay mayal adeyga mara loo baahan yahay markaas uu dhay Ilaahay ma kaana lin nabiyin nabi umma ahanin an yakuna lahu in ay u ahadan asra ku wala qafalay hatta yusqina inta uu ka xarka jina uga xeel dheeraan ay fil arl arlada oo gaalada uu ka leenaayo turiduna ma wax turiduna waxa doonaysiin oo Ilaahay mu'miniinow arada dunyada adduunada birbirkeeda oo fidaad qaadateen wallahu allana yuridul akhirata akhira ayu doonaya oo waa warba inaa gaalada leysiin wallahu alla azizun alayhi qalib way hakeem alay falsuuban way marka hadda waxaa lagu nasaxay ayadan in fa ima mannan ba'du ima fidaan hatta tala al harb aw zaraha ida laftirkeeda tafsiirkeeda ugu tii doona asay shaada 10 keen intaas uu ku egyahay wallahu subhanahu wa ta'ala alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.